اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عقارات ويا مايك عقراوي. واليوم راح نتطرق على عده مواضيع من ادها حاله العقار وش تيسر بالسوق وشنو هي البرامج اللي تساعدكم. انا مايك عقراوي وكيل عقاري ويا سانديغو هومز ريلتي، هي شركه ماليه اقدر اساعدك بالعقار واقدر اساعدك بالقرض ويا فيرست فاينانس لاندينج همينه اللي هي شركة مع القروض. بالنسبة لحالة السوق هسه شوية عندنا مثل هاي الأوضاع مع الفيروس وأسعار النفط والبورصة مسويت لنا مثل أنه تبطأ السوق العقار، بس همينا ماشي الأمور تقريبا. أكو ناس يمكن أكثر رح تفكر تبيع بيوتها. بالنسبة لحالة القروض الانترست رايت دا تنزل، بس هي حاليا أنه ثابتة بأراوند 3.5%. عندك اليوم انت بالنسبة لك انه قاعدوك من الشغل من وراء الكورونا فيروس وما عندك تقدر تدفع للقرض مالك، اكو فد شغلة سواها البنوك وهي كلش حلوة اسمها فوربيرنس. سو انت تخابر البنك مالك وتقول له شنو هي البروغرامز اللي عندك ياها على مود اني ما اقدر ادفع البيمنت مالي هسه. سو وحده من عندها البنك انه ينطيك اب تو، هي دا يقولون هسه من 3 اشهر الى سنه انه ما تدفع البيمنات مالك، بس لازم تخابرهم وتقدم على الموضوع هذا وتسالهم شنو هي البرامج اللي عندهم اياها على مود يسوي لك هاي التسهيلات لحد ما ترجع شغلك وتقدر تدفع البيمنات مالك. بس اهم شيء لازم تخابر البنك مالك وتحكي وياهم. اجين هي الحكي تحكي وياهم شنو هي البروجرامز مال فوربيرنس للبيمنت مالك، شوف شلون يقدرون هي انه ما يسوي لك ويف للبيمنت، بس انه هالاشهر اللي ما حتدفعها هسه يضيفها على اللون بالنهايه. سو يعني اذا 3 اشهر ما راح تدفعها هسه تصير 30 سنه ويا 3 اشهر هالشكل، اذا هسه بعدي اللون مالك الديبند. اكو شغله لو خمينا بالنسبه للسمول بزنس، الناس اللي عندهم بزنس واضطروا يعزلوا او قل الشغل مالتهم بسبب الكورونا فيروس، هم تقدرون تقدمون على SBA loans. هكو هواي بنوك هسه تنطي ويا انترست ريت كلش قليل على مود يسوي لكم تسهيلات ماليه، تدفع البيمنت مالك، الاجار مالك، الشغلات هذه كلش مهمه على مود يظل البزنس مالك يشتغل. اكو همين مشروع قرار انه ينطون لكل عائله الدوق اقل من 75,000 بالسنه، ينطوها تقريبا $1,000 لكل نفر و $500، بس بعد ما موافقين عليه. هذا بعد هي تبين انه من يوافقون عليه او لا حسب شو اسمه. الستودنت لونز الطلاب او اللي متخلصين جامعات وعندهم قروض مال ستودنت لونز، هذول همينا تقدر توقف البيمنت مالك والانترست اب تو شهرين لحد ما ترجع شغلك او تلاقي شغل. همينا لازم تخابر البنك مالك وتتاكد من عندهم. أجين يعني احنا خلينا نكون دائما ايجابيين، واي واحد سلبي او اي واحد مثلا يظل يخلي تعليقات سلبيه ويخوفك وهذه، رجاء يعني انه سوي له بلاك او الغي من الفيسبوك من التليفون، سوي البلاك. انت ما تريد اي شيء سلبي بهالفتره، انت تريد شيء ايجابي، شيء يخليك انه تفكر انه شلون تستفاد او شلون تطور نفسك بهاي الفتره. يعني انه قاعد بالبيت هسه فكر انه شلون تطور نفسك، اذا تقرا لك شغله وتفكر شلون انه تتعلم لك شغله بهالفتره هذه لحد ما ترجع للشغل، او مثلا تكونون ايجابيين دائما. اكو ناس بتطلع للشغل تجي احنا رح نكون مفتحين طول هالفتره هذه، يعني البزنس مالي يعني ما يحتاج لانه اكون دائما بالافيس، اقدر اسوي المعامله كلها اونلاين اذا القرض او اذا العقار. فتقدر تتصل بي شو وقت ما تريد على 619-961-9909، راح اكون افيلبل طول هالفتره، موجود دائما. بالنسبه للبيوت همنا اقدر اشوف لك اياها، عندنا هواي بيوت. سو دائما تكونوا ايجابيين، ابتعدوا عن اي واحد سلبي، حاولوا تكونون انه دائما تفكرون شلون نقدر نستفيد من هاي المرحله وشلون نقدر نطور نفسنا. اعرف انه هي مرحله كلها صعبه، بس حاولوا انه تفكرون باسلوب ايجابي. اتمنى انه موفقيه والنجاح الجاي لنا دائما، انه احسن جاليه واحسن ناس تطور نفسها، واتمنى انه الناس تكون دائما بخير وسلامه من هذا الفيروس، والله يبعدنا عن كل يعني شيء مو زين، وان شاء الله
انه تخلون ايمانكم قوي ودائما يكون تفكيركم ايجابي. شكرا لكم وشكرا للمتابعه.